معروف يعني. فالكنيسة الكاثوليكية تقديرا لهذا القديس كرست شهر أذار إنها تحكي عن فضائل القديس يوسف، تكريم للقديس يوسف، بغض النظر يعني عن الناس إيش عم بتفكر، لكن الكنيسة تفاسير كلها هي تفاسير من واقع المجتمع، واقع البيئة اللي كان نعم عايش صحيح. فيها القديس نعم. يوسف آنذاك. لكن إذا بدنا نجيب بعدين على النسب والأصل والفصل وكانت مكانته غير مكانته، طبعا في قصص كثيرة قد ايه كان عمره لما ضم مريم العذراء إلى بيته، قد ايش كان عمره لما يسوع تاه في الهيكل، قديس يوسف قديش عمره لما مات، امتى مات، قبل الصلب بعد الصلب، يعني هاي الأسئلة احنا بنحاول أبونا نجاوب عليها. لكن في بعض الأشخاص يقول لا مش مزبوط هذا الحكي، خاصة على عمر القديس يوسف قديه، لأنه في ناس بتقولك صغير، في ناس بتقولك أنه كبير شيخ كان يعني عمره بالثمانينات أو يعني مش معروف يعني. فالكنيسة الكاثوليكية تقديرا لهذا القديس كرست شهر أذار أنها تحكي عن فضائل القديس يوسف، تكريم للقديس يوسف، بغض النظر يعني عن الناس إيش عم بتفكر، لكن الكنيسة أحيانا ننتبع الكنيسة شو عم بتقول. كل كنيسة عندها تفسير يعني هلا بالجوهر مطابق، أنه إنسان بار بتول حامي مربي، لكن القصص قد ايه عمره مخلف مش مخلف، قبل يسوع قبل مريم بعد مريم من مريم، هاي اشياء كنائس مختلفه ابونا. نعم، يقسم من اللاهوت كما بنعرف جميعا الى اللاهوت الشرقي واللاهوت الكنيسي الغربيه. اباء القرون الاولى خلينا نقول بعد ما كتب الانجيل ب 70 سنه 100 سنه، بعدين بلشوا الاباء الاوائل يكتبوا تفسير اللي تناقلوا التلاميذ فما بينهم، وكتب على ورق الورقة أو على ورق الجلد وعلى الهان، وأصبحت قصة يسوع المسيح واضحة وجلية للعيان. نعم. عند كل الجماعة المؤمنة الأولى بالكنيسة الأولى. ومن بعد شفنا كيف الأيقونات صارت توضح للناس اللي ما بتعرف تقرأ الإنجيل، تقرأ الأحداث اللي حصلت خصوصا مع القديس يوسف العذراء. هلا بنشوف باللاهوت الشرقي كل رسم الأيقونات وكل القصة والحديث على أنه من الشيوخ، والشيوخ في المجمع اليهودي اللي كانوا موجودين فيه مش راح يكون شاب صغير يعني، هون استندوا الشرقيين أنه كبير من الشيوخ ما راح يكون بالعشرينات. اللاهوت الغربي أراد أن يركز على مفهوم العائلة، على مفهوم العائلة النموذجية، وراء تشوه إذا كان الذي سوف يربي يسوع هو كهل ختيار مش راح يواكب يسوع ويعلمه، زي لما يكون اليوم بنقول احنا للشباب انه تجوزوا بمقتبل العمر عشان تخاووا اولادكم. نعم. عشان تكبروا مع بعض انتوا اولادكم، بنصيروا كثير من العائلات بنقول هاي الام ولا البنت ولا هاي البنت ولا الام. نعم. يعني فعلا كثير بيكون تجوزت الام بمقتبل العمر، الاب كان يعني بالعمر مناسب للزوجه انه ما بزيد عن 8 سنين بيناتهم، عن 6 سنين اليوم بيحكوا هذه العائلة. اللاهوت الغربي ركز على النموذج العائلي. لما احنا بنحضر الحلقات وبنحكي عن حياة القديسين وعن الأمثال الموجودة في الكتاب المقدس، عن الأحداث، عن الرزنامة الليتورجية من الأحداث ومن مناسبات كنسية والكنيسة ما تقول وهيك، وبشوفوا أنا يعني بالنسبة للجيل الجديد اللي المعاصر اللي احنا يعني عم نشوفه انه احيانا بيكون كتير بعيد عن الروح الإيمانية، عن الثقافة المسيحية اللي عندهم، الثقافة الإيمانية ابعاد كتير، حياتهم منفصلة عن إيمانهم وإيمانهم بيفصلوه عن حياتهم، وبيعدوا انه الإنسان الملتزم اللي بيصلي وكذا وهذا إنسان رجعي متخلف، بيسموه بتسمية اوف انت لساتك بتصلي. انا كتير بسمع شبابنا وصبايانا لما بقولوا انه كنت الاحد رحت اصلي، انت لسه بتصلي؟ طب السؤال هذا انه انت لسه بتصلي، هل بتعتبروا انه هاي الجملة من عمل الله ام من عمل الشيطان؟ يعني لما بتقول أكيد. انت لساتك بتصلي أكيد انت حكيتها ونقلتها لصاحبك صديقك انه انت لساتك بتصلي، شو لساتك الصلاة؟ الصلاة مستمرة بحياتنا، حياتنا كلياتها صلاة،
نعم صحيح. ومجد لربنا. هذا التنمر يعني صار تنمر. فأنا بعتبره بصراحة تنمر أبونا، لأنه إيش تقول له أنه أنت لساتك بتصلي؟ بدي أقول للأشخاص هدول اللي بيعتبروا أنه الإنسان الملتزم اللي بيصلي الأحد أو بيصلي السبت واللي بيروح بيتناول وبيعترف وبيقوم بالقداس والمناسبات وبالصيام، هلا جايين إحنا كمان على صوم، أنه اللي ما بيصوم كمان أوه أنت لساتك بتصوم، أنت لساتك كذا، كأنه هذا العمل انه صار رجعي متخلف، انت انسان غير سوي. فانا بعتبر انه هذا كلام الشيطان. ماذا حدث مع القديس يوسف؟ السؤال اللي ناس كثير بيسألوه. مريم العذراء، المشهد الرئوي، ملاك شافته حقيقي قدامها طلع وحكى معها. مع القديس يوسف احنا بنشوف حلم، حلم بالحلم، راى له في الحلم. وهون الناس كثير بيسألونا عن الحلم بشكل عام، لأنه في ناس بحكي في أحلام من الشيطان وفي أحلام مقدسة وفي أحلام علمية حسب سيغموند فرويد وحسب علم النفس، اللي هي منطقة الأنا اللاشعور في داخل الإنسان لما بينام الواحد، الأجهزة الحيوية تبقى يقظة، القلب والكلى والكبد وهيك. هل سبات مرحلة سبات بسموها للدماغ بيصير يستعرض اللي صار معه؟ في ناس بحكي باليوم كله بيستعرضه، وفي ناس بحكي الذاكرة بعيدة المدى من طفولته أشياء وبتظهر كأنها شاشة تلفزيون قدام فكر الإنسان، تظهر كل هاي المشاهد. من هون الإنسان بده يصير يميز ما بين الحلم، ما بين الرؤية، ما بين الكابوس أو الإشي اللي هو السلبي. فالقديس يوسف كان لما يستيقظ من النوم يستدرك إيش اللي المشهد، واللي كان يتأكد منه القديس يوسف إنها هاي فيها information، يعني عم بعطيه داتا، عم بعطيه معلومات. نعم. عم بعطيه معلومات، هاي المعلومات قابلة للتنفيذ. نعم. اليوم الناس بقول لك لما بتحلم حلم بأشخاص أنت ما بتعرفهم، بعدين بعد كم من أسبوع بتشوف الأشخاص هذول. إذا قوة الذاكرة عند الإنسان بيستعيد الذاكرة الداخلية معه ويشوف إنه الأشخاص، طب أنا كنت شفته، وفي أشخاص عايشين معنا، يعني مش قديسين بالسماء على الأرض، عايشين معنا بيتنبؤوا بأشياء كثير حتى قبل ما. وفي فرق كبير بين هاي الأشياء المقدسة اللي بنحكي فيها وما بين علم التنجيم وال تبعين هذول بيطلعوا على راس السنه كل ساعه بصير واحد بيقول لك. مزبوط ابونا، انه في فرق بين انه ظهور الملائكه وتعطي الرسائل مع ستنا مريم، سيدتنا مريم العذراء، وبين يوسف بالحلم. بس هو اكيد ابونا كمان قديس يوسف اكيد كان متعود انه يتراءى له اشياء بالحلم او مثلا عنده خلفيه كتابيه، لانه هو كان انسان ملتزم كمان ومتدين وعارف بالتاريخ. يعني لما قال له لا تخف انه مريم العذراء سوى يولد منها المخلص والى اخره، عارف التاريخ اللي هو قارئه اشعياء صمائيل واشعياء والانبياء، ممكن ما كانش متاكد 100% انه من مريم العذراء انه يجي المخلص. يعني ممكن هذا اللي شككه، عشان هيك هو للحظات شكك وكان سوف يتركها سرا لما عرف بحملها.